هاي، سناب شات هو تطبيق رسائل مصورة اخترعه إيفن سبيغل وبوبي ميرفي وريجي براون يلي كانوا بوقتها طلاب بجامعة ستانفورد، ونعرف التطبيق بوقتها باسم بيكابو. عن طريق هالآب بيقدر المستخدمين ينشروا الصور ويسجلوا فيديوز مع إضافة نص ورسمات وإرسالها لليحة من الأشخاص المحدودة ممكن التحكم فيها، وبتتسمى هالميديا سنابس. بيقدر الشخص يلي بيبعتها يحدد مهلة زمنية لعرضها من ثانية واحدة لعشر ثواني وبعدها تنمحها. رفض إيفن سبيغل رئيس التنفيذي لتطبيق سناب شات بتشرين الثاني 2013 عرض من شركة جوجل لشراء التطبيق بأربعة مليار دولار، من بعد ما تلقى عرض من فيسبوك بقيمة 3 مليار بس. مين قال إنه باليوم الواحد في حوالي 100 مليون شخص فاعل على هالتطبيق مع 400 مليون سناب؟ أنا قال، شوفكم بكرة.